عبد الله أسماء كثيرة، وهذه الأسماء ما زالت، وهذه الأسماء ما زالت هنا، أكبر الأسماء، أهم الأسماء. يا لليالي يا لليالي يا سفيان، أنت تأتي في مقدمة الأسماء. كابوس لا يرحم، صانع كان أم هداف، إنه سفيان رحيمي، سفيان رحيمي صانع. إن أردت دور الصانع، طائر إن أردت دور الجناح، حاسم إن أردت دور الأهداف، دور الهداف. يا سفيان يا سفيان، شوف الكرة، شوف التمريرة، شوف الصناعة من بندر، لم يكن متسللا، إنه يقتلك في الوقت الذي تعتقد بأنك ستنجو. سفيان رحيمي يسجل، يا للكلاسيكو يا للكلاسيكو يا للقمة يا بندر. الكابتن يبدأ، ألم أقل قبل دقائق العينوية يريدون المبادرة؟ سفيان ثبت الحارس، الكرة في الشباك، أصابه في مقتل هنا في القلب وإلى القلب. سفيان رحيمي، سفيان رحيمي، قمة العين والوحدة تبدأ عن طريق القمة، عن طريق القمة، عن طريق عمر. عمر يتقدم، الله، لم يأتي الوحدة إلى هنا بمفردة، أتى بحاملي لقب هداف الدوري، أتى بخريبين، أتى بمن يحب هذه القمة. ماذا بينك وبين الكلاسيكو يا عمر؟ ماذا بينك وبين هذا الملعب يا خريبين؟ العنابي يعود للكلاسيكو، لا فرصة قبلها، لا محاولات، لكن لمسة يد وبعد ذلك لمسة قدم. يا للقدم يا للقدم، 1-1 تعادل العنابي عن طريق عمر خريبين، إنه هداف دورينا في الموسم الماضي، يريد أن يستمر. ها خامس أهدافه في هذا الموسم، هدف آخر في هذا الكلاسيكو. انظر إلى جمهور العنابي، السعادة الكبيرة والاحتفالية عن طريق خريبين. الكلاسيكو يعود للتعادل، سفيان ظهر أولا. كرة بتتهيأ، فرصة تأتي، علاء يحاول في الجهة اليمنى، من أين العرضية؟ عرضية راسية، الله 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 الله، أرجنتيني أمام الحي الأرجنتيني، مفاجأة العنابي، فاكوندو الأرجنتيني، مفاجأة روني ديلا، صنع الهدف الأول، سجل الثاني. أصحاب السعادة بأقل الفرص، بأقل المحاولات، بأقل الكرات، أرجنتيني يواجه الأرجنتينيين اليوم. يا فاكوندو يا فاكوندو يا فاكوندو يا فاكوندو، الوحدة بغير الاتجاه، بعكس المسار، الوحدة يحتاج إلى كرة واحدة فقط. خريبين يضرب، حارس المرمى يتصدى، فاكوندو يتابع. يا لديارة يا لديارة، يا للبشارة يا للبشارة، يا للعنابي، يا لأصحاب السعادة، يلعبون فقط بذكرياتهم، يلعبون فقط بأيامهم، يلعبون فقط بمذاق الكلاسيكو، بنكهة الكلاسيكو. يحتفل هذا الأرجنتيني أمام الأرجنتينيين هنا، شوف اللقطة، شوف روني ديلا، شوف هنا هذا التصفيق، المدرب الذي يبدأ به أساسيا لا يخذله، مفاجأته اليوم، ساهم في صناعة ركلة الجزاء، سجل الثاني.